اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده، ورجعنا لكم تاني مع سلسله تكنولوجيات. تعالى بالذوق كده، انزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، وفعل زرار الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. يلا بسرعه كده، انت لسه هتفكر انا عايز الفيديو ده ينتشر، شير ما تنساش. فيديو النهارده مختلف عن اي فيديو. صاحبي انت النهارده هتتعلم ازاي تعمل شويه صور عنب كده احترافيه، صور كرتونيه شكلها محترم، وكمان تقدر تحرك الصوره دي حتى لو صورتك دي ثابته، تقدر تحرك جزء معين من جسمك، وكل ده طبعا من خلال البرنامج المجنون اللي انتشر بطريقه غريبه وسريعه جدا على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والانستجرام. وكمان في ناس خدت الصور دي ونزلتها على الواتساب، الصور دي انتشرت بطريقه غريبه زي الصوره اللي هتتعرض لكم هنا دي دلوقتي. وانت طبعا كل اللي انت عليك ان انت مستغرب وعمال تسال الصوره دي اتعملت ازاي واتعملت ببرنامج ايه، وعمال تخش كل واحد من اصحابك اللي عمل الموضوع ده وتساله يا صاحبي انت عملت الصوره دي ازاي. النهارده بس معانا احنا قناه امكن ريفيوز هتتعلم ازاي تعمل الصوره دي، ومش كده بس، لا انت كمان هتتعلم شويه تريكات مهمه جدا جوه البرنامج ده هتخلي لك الصوره دي عالميه اكتر من ما انت كمان بتشوفها من اصحابك. ده زائد كمان انك هتقدر تحرك اجزاء من جسمك حتى ولو كانت صورتك دي ثابته مش متحركه. بس مبدئيا كده قبل ما اخش في التفاصيل، الف الف مبروك للفائزين بالجيف اواي بتاع ال 10000 مشترك. اللي لسه ما شافش اللايف بتاع الاعلان عن الفائزين، ايوه هتبص تلاقي اللايف هنا فوق، خش اتفرج عليه واعمل لايك للفيديو، بس الاول كمل الفيديو ده للاخر. اما دلوقتي فيلا بينا عشان نخش في تفاصيل البرنامج العجيب جدا الفوتو لاب. مبدئيا كده البرنامج متوفر للموبايلات الاندرويد والموبايلات الاي او اس. الاندرويد هتلاقيه متوفر على المتجر البلاي ستور، وبالنسبه للموبايلات الايفون هتلاقيه متوفر على الاب ستور. تقدر تحمله بكل بساطه، ما فيهوش اي مشاكل، وطريقه تنزيله بسيطه جدا. المهم ان انت اول ما تنزل البرنامج ده وتفتحه هتبص تلاقي شاشه قدامك عشان لو عايز تعمل تسجيل شهري عن طريق اشتراك شهري، وده طبعا بيوفر لك فلاتر اكتر تأثيرات اكتر تقدر تستخدمها عن المجاني. بس احنا طبعا بتوع المجاني والحاجات ابو بلاش، ودايما ماشيين ورا مقوله ابو بلاش كتر منه. المهم ان انت هتضغط على علامه الاكس الموجوده فوق على الشمال عشان تقفل الاعلان ده. اول ما تعمل كده وتقفل الواجهه دي هتبص تلاقي قدامك الواجهه بتاعه البرنامج، وقدامك مجموعه من الصور لبعض الناس، صور جاهزه عشان لو عايز تعمل زيها. ده زائد كمان انك عندك تحت في البرنامج خمس قوائم او تبوبات، كل قائمه فيهم فيها مجموعه من الفلاتر والتأثيرات، ما عدا طبعا القائمه رقم 5 اللي هي القائمة الأخيرة هنتكلم عنها دلوقتي. بس خلينا الأول نتكلم على التأثيرات والفلاتر المهمة الموجودة في البرنامج ده. أول قائمة منهم موجودة عندك تحت على الشمال هي قائمة الكاتيجوريز، وفي القائمة دي هتلاقي كل التأثيرات والفلاتر الموجودة في البرنامج ده متقسمة لمجموعات، كل مجموعة لوحدها. تقدر صاحبي تختار أي مجموعة منهم وتخش عليها، بس كل ده بعيدا عن أي مجموعة مكتوب عليها كلمة برو، لأن دي معناها إن دي مجموعة بتتعمل عن طريق اشتراك شهري، وإحنا اتفقنا إن إحنا بنشتغل في البرنامج ده مجانا بدون أي اشتراكات. المهم اختار أي فلتر من الفلاتر دي يعجبك، ومجرد ما تضغط عليه هيبدأ يتفتح لك شاشة تانية فيها صورة قبل التأثير وبعد التأثير عشان يوريك ايه اللي بيتم على الصورة الأصلية، وتحتها على طول هتلاقي الصور بتاعتك اللي موجودة عندك على الموبايل عشان تختار منهم صورة. بس لاحظ وخد بالك ان لازم يكون عندك صور على الموبايل، يعني ما تخشش على البرنامج ده وتتعامل عليه وانت ما عندكش ولا صورة، يبقى انت كده طبعا بتضحك على نفسك. اما بالنسبه لتاني قائمه عندك بقى هي قائمه الفازرز دي، يعني من الاخر كده لو انت متصور مع والدك او والدتك او اي حد فيهم تقدر انك تخش على القائمه دي وتعمل تاثير ليك ولوالدك، بس لازم تكونوا مع بعض في نفس الصوره ويكون وشك ووشه طبعا واضحين في الصوره عشان البرنامج ده بيعتمد على الوشوش. هتلاقي في تاثيرات عندك كتير، اختار منهم اي تاثير، وليكن مثلا تاثير اي لاف ماي داد. المهم انك تختار اي تاثير من التاثيرات الموجوده دي، اي تاثير منهم يعجبك اختاره على طول. بزائد طبعا انك عندك حاجات تانية كتير، اقعد بقى دور براحتك كده واللي يعجبك طبقه. نيجي بقى لتالت قائمة اللي هي القائمة المهمة، قائمة الفيد، ودي بقى فيها التأثيرات المستخدمة مؤخرا او اكتر التأثيرات استخدام، يعني بيشوفوا كده البرنامج بيقيم اكتر الناس اللي استخدمت التأثيرات وبيحط لك التأثيرات المستخدمة اللي اكتر الناس استخدموها، وطبعا من ضمنهم التأثير ده اللي انت طبعا شايفه قدامك واللي كل اصحابك عملوه، وهو ده التأثير اللي انت بتدور عليه. ابدأ اضغط على الصورة دي او التأثير ده عامة، وبعدها على طول ابدأ اختار اي صورة من الصور الموجودة عندك في اللي
الاستوديو بتاع الموبايل بتاعك خاصة بيك انت عايز تعمل عليها التأثير ده. المهم انك بعد ما تختار الصورة دي هتلاقي عندك سهم اخضر كده تحت، اضغط عليه. مجرد ما تضغط على السهم الاخضر ده هيبدأ يظهر لك اعلان، اضغط على كلوز عادي واقفل الاعلان ده، بس اوعى تقفل البرنامج لان البرنامج دلوقتي بيعمل معالجة بروسيسنج للصورة دي عشان يطلع لك الصورة التانية. ومجرد طبعا ما البرنامج يخلص هتلاقي الصورة بتاعتك اللي انت اخترتها اتعمل عليها التأثير الكرتوني الجميل الملفت للانتباه ده. لحد كده الموضوع ده منتشر وتقريبا كده كل اصحابك عملوه. الجديد بالتحديد هنا بقى علامة الزائد اللي هي الاد اللي موجودة على يمين الصورة دي. واول ما تضغط على علامة الزائد دي هتلاقي عندك 3 اختيارات. اول اختيار اللي هو انيميت بتاع التحريك، تقدر تحرك جزء معين من جسمك. تاني اختيار اللي هو الارت اند افكتس، ده تقدر تحط بيه تأثيرات. اما بالنسبة لتالت اختيار فتقدر تكتب من خلاله نص على الصورة. وخلينا نبدأ مع اول واحد فيهم اللي هو انيميت ونجربه. اول ما تضغط عليه هتلاقي مجموعة تأثيرات في شريط تحت كده ظهر. طبعا تقدر تختار منهم اللي يعجبك، ولكن اوعى تختار اي حاجة مكتوب عليها برو. المهم خلينا نجرب تأثير الشعر اللي بينور ده. لا 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 بجد فعلا حلوة، وفعلا الصورة متحركة مش اي كلام وخلاص. وطبعا مش محتاج اقول لك لو عايز التأثير ده وعجبك خلاص بتبدأ تضغط على علامة الصحة الخضراء، ولو انت مش عايزه بتبدأ تضغط على زرار الباك في الموبايل عندك عشان ترجع لورا وتجرب تأثير تاني. المهم خلصت التأثير بتاعك بقى وعايز تكتب نص، من علامة التيل موجودة عندك دي هتضغط عليها وتكتب النص اللي انت عايز تكتبه. وكمان تقدر تتحكم في حجم النص، وكمان تقدر تتحكم في دوران النص لو عايز تدور النص ده يمين شمال، عايز تخليه رأسي أفق، كل حاجة تقدر تتحكم فيها. وكمان تقدر لو انت مش عايز النص ده تضغط على علامة الاكس الموجودة عليه عشان تلغي النص ده تماما. خلاص طبعا يا صاحبي انت خلصت كل التعديلات بقى وعايز تحفظ الصورة دي على موبايلك، بس كده بسيطة. هتلاقي فوق عندك علامة الشير، اضغط عليها علشان تبدأ تحفظ الصورة دي على موبايلك. ومش بس كده، لا انت كمان تقدر تشير الصورة دي سواء كانت على الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب، تشيرها على اي حاجة هتلاقي مجموعة اختيارات كبيرة قوي عندك. طيب انا عايز احفظ الصورة مش عايز اعمل لها شير ان انا ارفعها على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، تقدر تقول لي احفظ الصورة ازاي؟ بس كده بسيطة صاحبي، هقول لك تحفظها ازاي. من ضمن الاختيارات اللي عندك دي هتلاقي في اختيار عندك اسمه كوبي تو كليب بورد. اول ما تضغط عليها هيبدأ يعمل معاك بليز ويت، وبيديك ان هو بيقول لك استنى، يعني خلاص يا سيدي هنستنى معاك للاخر. هتبدأ تنتظر شوية كده لحد ما يفتح لك الجهاز بتاعك ويجيب لك الذاكرة الداخلية. ولو انت طبعا حاطط كارت ميموري هتلاقي المكان بتاع كارت الميموري ظهر، تقدر تحفظ على كارت الميموري او تقدر تحفظ على الذاكرة الداخلية. طبعا هتخش على المكان او المجلد اللي انت عايز تحفظ فيه الصورة، ومجرد ما تحدد المكان اللي انت عايزه هتبدأ تضغط على كلمة بيست هتلاقيها عندك تحت عشان تحط الصورة في المكان ده، وبكده تكون حفظت الصورة على جهازك. فمن الاخر كده يعني هتلاقي عندك فلاتر كتير واشكال كتير وتأثيرات كتير بصراحة، في منها الجميل قوي وفي منها اللي مش قد كده. بس اوفر اول احب اقولك ان اغلب الحاجات الموجودة في البرنامج ده هتعجبك وهتعجبك قوي كمان. بس زي ما قلتلك دايما افتكر انك ما تقربش لاي حاجة مكتوب عليها برو الا لو انت هتعمل تسجيل بفلوس شهرية جوه البرنامج ده. خليني دلوقتي اختار تأثير تاني ونشوف كده اختار ايه اختار ايه اختار ايه. ده تمام. وخليني كمان اختار صورة من عندي وليكن هختار الصورة دي. أيوة كده تمام، هي الصورة دي. بصراحة التأثير شكله لطيف جدا ومش وحش. خلينا بقى المرة دي نضغط على علامة الزائد ونختار أنيميت ونشوف تحرك جديد أو تأثير متحرك جديد. خلينا المرة دي نختار تأثير في حركة الجزء من الجسم. هاتلي مثلا البنت اللي رأسها بتتحرك دي. طب والله شكلها لطيف جدا ومضحك جدا بصراحة. فعندكم كل التأثيرات تقدروا تجربوها بصراحة، أكترها طبعا هتعجبكم. طيب يا صاحبي لو أنا بقى دخلت تأثير مكتوب عليه برو يا ترى إيه اللي هيحصل؟ بص بقى صاحبي، لو دخلت على أي تأثير مكتوب عليه برو هيجيلك نافذة إنك لازم تشترك، فمن الأول كده بلاش تخش على أي تأثير في برو زي ما قلتلك. خلينا نخش بقى في رابع قائمة بعد كده، وهي قائمة الـ AI New Cartoons، ودي فيها كل حاجة وكل تأثيرات وفلاتر ليها علاقة بالكرتون. هتلاقي طبعا تأثيرات كتير بقى وفلاتر كتير، اختار طبعا اللي يعجبك واعمل انيميت بقى وظبط نفسك كده، واكتب نص لو عايز تكتب نص، واعمل كل الخطوات اللي عملناها قبل كده. بصراحة اللي عجبني في البرنامج ده انه لحد الان بعمل كل ده وبحفظ الصورة دي من غير ما يطلب مني اي تسجيل لحساب من حساباتي خالص. حلو التأثير ده بصراحة، بس في احلى منه. المهم خلينا نضغط على اد، والمرة دي نختار المجموعة بتاعة الارت اند افكتس. احنا طبعا اتفقنا ان الاختيار الاول هو بتاع الحركة الانيميت، والاختيار الاخير هو بتاع النص التكست لو انت عايز تكتب تكست. خلينا نكتشف كده التأثيرات دي ونجرب اي واحد منهم. بصراحة شغال تمام يعني مش مشكلة، ولكن بالنسبة لي الانيميت احلى كتير عنه. وصلنا طبعا لاخر قائمة اللي قلت لك من شوية في الفيديو، استنى نوصل لها بس نتكلم الاول على الفلاتر والتأثيرات. دلوقتي بقى وصلنا لاخر قائمة. اخر قائمة
دي بقى لو دخلت عليها هتلاقيه بيطلب منك تسجيل دخول يا اما بالفيسبوك يا اما بجوجل، بس طبعا تسجيل الدخول هنا مش اجباري، اختياري. يعني لو حضرتك عايز تسجل على البرنامج ده سجل، مش عايز تسجل انت وراحتك تقدر تشتغل وتسيف الصور اللي انت عايزها وتحفظها على جهازك من غير ما تعمل اي حاجه ولا تسجل اي تسجيل دخول على البرنامج ده. بس كده دي كل حاجة قدرت اجمعها لكم عن البرنامج المميز ده الفوتولاب. طبعا ما اتأخرت في الفيديو ده لانه كنت قاعد بجرب البرنامج ده وبجرب كل حاجة فيه، صراحة تجربة مميزة جدا واتبسطت بيها جدا. اشوفكم مع حلقة جديدة ومميزة كالعادة من سلسلة تكنولوجيات. سلام.